ورجعنا لكم من الفاصل ومكملين معاكم. ودلوقتي انا عايزة ادوق السلطة علشان احنا قلنا تحرق الدهون. نشوف اخبار الملح ايه. تجنن. دلوقتي هغرف السلطة. السلطة كلها حرق دهون. تجنن. طعمها خرافة. المخلل مش ظاهر. انا كنت خايفة لحسن يكون ظاهر قوي. حكاية. طبق حكاية. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة. السلطة. دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض الشوربة. حبة زيت. وفاكرين اللف الفجل اللي احنا قطعناه في الاول هحطه يتشوح. دي هنا عندي دقيق، هحط كمان حتة زبدة. علشان انا عايزة ادي للطبق ده طعم الزبدة. هقلب. عايزة بس الفجل ايه ياخد له حبة تشويحة كده. وهو بما انه الياف كله عبارة عن الياف فهو بيستوي بسرعة. زي ما قلنا ان الفجل بيحرق الدهون. مبسوطة جدا. ده من يوم ورايح فجل فجل. هي مش معلومة جديدة بس ما تخيلتش انه كده قوي. اتأكدت لي معلومة انه فعلا بالمنظر ده. يعني انا بحطه دايما في السلطة. عمري ما بحط مقاسه كبير. دايما بقطعه شرايح رفيعة جدا واحطه في السلطة. بس عندي مشكلة بيحرق. فاولادي بيقولوا يا مامي السلطة حامية. هما مش فاهمين. هو يمكن بالنسبة لنا ما بيبقاش حامي. بس الأطفال الصغيرة بيحسوا بالحاجات دي يمكن أكتر مننا شوية. شايفة دلوقتي بدأ إيه؟ مش لونه يغير بس بدأ البياض الشاهق بدأ يروح. عايزة اعمل ايه؟ عايزة اجيب بولة تانية هكسر فيها. عايزة صفار البيض. ادي صفار البيض. البيض مش هستعمله دلوقتي بس هبقى ليه احتياج بعد كده في وصفات تانية. عايزة بس ايه عايزاهم كده
نرجع نقلب. تمام كده، حلوة قوي. دلوقتي هجيب حبة دقيق نحطهم على الفجل ونقلب. عايزة اقول لكم ريحة تحميره حلوة جدا جدا جدا. تمام كده، الدقيق بطن كل الفجل. هجيب مية احنا استعملنا وقطعنا الفجل لكنك بتقطعي بطاطس بالظبط. تحبي تعملي مقاسها اصغر من كده ممكن تعملي مقاسها اصغر من كده. زود كمان حبة علشان هنحط شعرية تستوي. دلوقتي انا عندي صفار البيض هحط عليه لبن، وهضرب البيض مع اللبن كده. هخلي ده جنبي ونشيل الدقيق خلاص، واشيل بياض البيض. يبقى مش فاضل غير الشعرية. بعد كده انا اللي عايزاه هاخد من الشوربة هحط حبة صغيرين، ولازم معلش انا اسفة اني بحركها بس لازم اقلب بسرعة لحسن البيض يستوي. انا بدفي هحط كمان حبة. تمام، هاخد دلوقتي الكلام ده كله احطه على الشوربة. شايفين عملت كريمة على طول. هروح حاطة شوية شعرية. هخف الكلام ده بشوية مية لانه تقل قوي، وعلشان الشعرية هتسحب من المية دي. نحط ده كده. هي محتاجة لسه محتاجة مية كمان، لان انا عارفة ان الشعرية بتسحب كمية مية. نقلب كده. تمام كده، هغطيها واسيبها تغلي. هستناها تستوي. بكده تكون الشوربة بتاعتنا خلاص جاهزة ان هي تتغرف. بس انا عايزة بس ايه ادوقها اشوف اخبار الملح ايه. محدش هيمزيه ابدا، ناقصه ملح كتير. ملح بس، عايزه اقول لكم تبقى ناقصه ملح احسن من ان هي تبقى زايده ملح، لكني ما حطيتلهاش ملح خالص. كويس انا دوقتها عشان الناس ما تتعسفش. بس نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده تقليبه عشان الملح يدوب والفلفل يتوغل وينتشر. دوق تاني. يا سلام،
على الشعر. نجيب البولة نطفي عليها ونغرف. ريحة الفجل حلوة قوي، السمكها يجنن بكده. ادي الطبقين بتوعنا بتوع النهاردة، عملنا شوربة فجل حكاية بالشعرية، وعملنا كمان سلطة بطاطس بالفجل والشبت. اتمنى ان الطبقين يكونوا عجبوكم، واشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.